اللقاء الجهوي لمنتخب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون هو واحد المحطة مهمة، ستليها غدا محطة الدخلة، وبذلك نستكمل ما بدأناه من لقاءات جهوية مع منتخب التجمع الوطني للأحرار بهدف الاستماع إليهم والإنصات إلى مطالبهم وتدارس المشاكل التي يعانونها واستخلاص ما يجب أن نقوم به في المقبل من الأشهر والسنوات. هي سلوك جديد في العمل السياسي للتأكيد على إرادة التجمع للوفاء بكل الالتزامات وتعهدات التي ارتضاها لنفسه أيام الانتخابات واللي تعقد فيها مع المواطنين. هذا الأوراش واللقاء الجهوي تنشوف فيه مختلف الإنجازات التي تمت على صعيد الجماعات المحلية التي تنتولوا فيها المسؤولية. نتدرس النجاحات ونحلل ما لم نتمكن من تحقيقه بهدف رفع التوصيات إلى الجهات التي تعنيها العملية. نحن هنا برئاسة عزيز خنوش للاستماع للمنتخبين والمنتخبات، للإنصات، وللتأكيد على أن الأحزاب ليست دكاكين سياسية تجتمع في المناسبات. هذا عمل مؤسسي هيكلي عنده طابع الاستمرارية والديمومة، تجتمع مع الناس ومع المسؤولين ديالنا ومع المنتخبين على قاعدة الشفافية والمكاشفة والمحاسبة والحرص على التخليق والتأكيد على النزاهة وعلى ضرورة التزام المنتخبين والمنتخبات بميثاق أخلاقية الحزب. شكرا.